6, 7, 8, 9, 10, 11. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم إخواني أخواتي، إن شاء الله راكم خير على خير. أنا في بارك عسل يا خوبي، روبي يا روبي يا ستار تاع يوبي. كاين واحد الاخبار خوتي حبيت نفرحكم به، خاصة اللي راكم في البلاد خاوتي. بالنسبة لا دومون فيزا، بالنسبة للناس اللي يديروا طلب تأشيرة، بربي إن شاء الله في قادم الأيام راح ينحوا لا دومون في الكونسيلا، يعني لا دومون تاعك ما عادش تروح الكونسيلا والدومون دي ودي لا دومون في الكونسيلا. اسمها لا دومون إن شاء الله راح تكون عبر الانترنت، يعني حاجة مليحة ومسهلة وتساعد الناس كل. اليوم رانا لوكات أفريل 2023، والخبر هذا نسبة 99%، وراح يطبقوه إن شاء الله في قادم الأيام. إن شاء الله ربي يسهل لنا كل، إن شاء الله ويسهل خوتنا اللي راكم في البلاد، ربي يفرج عليكم. والله حبيت نفرحكم بالخبر هذا لانه خبر يفرح تاع بصح، خبر يفرح وخبر يسعد الخاوه في البلاد، لان مصاريف كبيره، يعني اللي راح يدي لا دومون تاعو راح يخسر خساره كبيره، طونابيل وغازوال وكيما نقولوا احنا ماكله وامور اخرى. ثم اللي راح يدي لا دومون خاصه خواتنا اللي امورهم تعبانه، يعني خبر يفرح حبيت نشارككم فيه وان شاء الله عقوب الاخبار اخرى مفرحه ان شاء الله. رانا سامعين باللي راح يسهلوا في التاشيره، بصح بشروط اخرى. شو هما الشروط دركا؟ كل واحد واش راهو يقول، كل واحد واش راهو يخرج في الاخبار. يعني الساعة هذه خوتي ما نحكم على حتى حاجة حتى نتأكدوا منها، بصح راح تكون بإذن الله تعالى، يعني لا دومون منا وجاي راح تكون مسهلة بارابور على قبل، لأنه من الكورونا ورواح زيرت صراحة خوتي، زيرت وتزيرت زيارة مش نورمال، ما نحصلوهاش في الكورونا برك، لأنه الكورونا راهي سبب من أسباب الشي اللي راهو صاري، يعني دركا وش هو كان اللي غير في النمط نتاعهم، وكان اللي بقاو في نقول احنا في القوانين زادوا زيروها على اكثر مما كانت عليه. انا قبل نسمع باللي اسبانيا 100 واحد كيدير يعطوا 90، دركا زيرت بصح شافوها ما تخرج عليهم تاع انهم يزيروها كيما هكا، هما اللي خاسرين في لافير. احنا واش راح نقول لكم خاوتي، الخبر اللي حبيت نفرحكم به هذا هو الخبر نتاع لا دومون تاعكم، تاع دومون فيزا راح تكون عبر الانترنت. تتنحى حكايه تاع كونسيلا وتيالاس ولا كيما نقولوا احنا الطريق اللي راح تسافر جون سي با قدش كيلو، اللي راح تروح العنابه جماعه الشرق، واللي راحوا يروحوا لاسبانيا القنصلية الإسبانية في حيدرة في ألجي، والناس اللي راح يروحوا جاي جماعة الغرب ثاني اللي يروحوا الوهرن، يعني منو جاي انت في دارك دير لا دومون تاعك، إجراءات مع الوقت راح تعرفوها إن شاء الله خوتي. إن شاء الله في قادم الأيام نزيدو نفرحوكم، نزيدو نفهموا الحكاية هذه كيفاش، ونعلموكم بإذن الله تعالى. ربي يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله، وصحة رمضانكم، وربي ان شاء الله يفرج علينا وعليكم جميعا ان شاء الله.
خاوتي صح فطوركم مسبقا، نتعاودوا غير في الخير وفي حاجه من خير. تلاو في رواحكم، نقول لكم اترككم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.